الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر إن شاء الله. اليوم عندنا مسابقتين، يعني مسابقة في الأحاديث النبوية للخاصة بالصغيرات في المدارس. إن شاء الله العشية تبدأ 5:00، وتوا بدينا في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، وهي مفتوحة للجميع ومسابقة وطنية، ماهيش وطنية، ماهيش خاصة بال يعني بالولاية القيروان فقط، وفيها أندونيسيين. عدد المشاركين شارف هكذا على بالنسبة للأحاديث النبوية على 70 مشارك، وبالنسبة لتلاوة القرآن الكريم فوق 40 هكذا. شكرا حياة اف ام على الاعتناء وعلى المتابعة وعلى التغطية. ككل سنة دأبت الجمعية على إيلاء الشأن الديني ما يستحق من العناية، ذلك في سلسلة من المحاضرات والمسامرات الدينية والمسابقات. تنطلق اليوم بإذن الله مسابقة تلاوة القرآن الكريم في دار القرآن، حوالي 40 مشارك تقريبا. ثم على الساعة 5:00 مسابقة في السيرة النبوية تتمثل في سرد الأحاديث النبوي، وربي وفقنا الكل وربي عاونكم. إذن اليوم الحمد لله لدينا طلبة إندونيسيون، جئناكم لمشاركة مسابقة تلاوة القرآن الكريم الذي قام بها جمعية القرآن، ونحن سعداء جدا بهذه المناسبة الجيدة، وإن شاء الله نكون من أهل القرآن. أنا محمد فرحان كرت ياسر، أقرأ في معهد عالي للعلوم الإسلامية بالقيروان. أنا فقط كرئيس اتحاد طلبة إندونيسيين بالقيروان، وهم الذين يشتركون. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.